واش اخبارك ان الملك محمد السادس نصره الله حاز على جائزه اسكيبولاس للسلام لكي منحها المنتدى الامريكي لرؤساء ورئيسات المؤسسات التشريعيه في امريكا الوسطى وحوض الكاريب والمكسيك المعروف باختصار الفوبريل. المسؤولين في امريكان اكدوا على ان هذه الجائزه كيستحقها الملك محمد السادس نصره الله عن جداره واستحقاق تقديرا لحكمته وشجاعته وجهوده لرفع لواء الصالح العام من اجل نبذ الخلافات والسعي الدؤوبي لاحقاق السلم بين الشعوب. هذا القرار جاء في نصه ان جلاله الملك يعتبر مثالا يحتذى به لكل من يعمل على احترام والحفاظ على هذه القيم لدى مختلف ثقافات وشعوب العالم. أما جائزات إسكيبولاس للسلام فكتهدف إلى إعلاء القيم الأخلاقية والروحية للصداقة المتحضرة والتفاهم والتسامح والتضامن بين الشعوب. لوسيدنا ألف هنية وهنية على سيدنا وعلينا، وهذه البداية ومازال مصر ديالنا ناسي هو اللي كيقول هذا الشيء.